مرحبا بكم في برنامج جلالة الملك عبد الله الثاني لهذا الأسبوع، وفيه شاركت جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة جموع المواطنين في تشييع جثمان الشهيد الرائد راشد حسين لزيود الذي استشهد أثناء أدائه لواجبه المقدس خلال مداهمة أمنية لخلية إرهابية في إربد، حيث جرت للشهيد البطل جنازة عسكرية. نحن الأردن، شرف الأردن، وعد الأردنيات، ما عندنا مكان إلا هذا البلد، وحاول فيها. وكان جلالته قد كتب معزيا بالشهيد قبل حضور مراسم الدفن، حيث قال: ابني راشد زيود، يشيعك الأردن شهيدا في قوافل المجد من رفاق السلاح، ممن صدقوا عهدهم مع الله والوطن. إن تضحيتك ليست غريبة على الأردنيين ولا على أبناء جيشنا العربي وأجهزتنا الأمنية. رحم الله الشهيد وحفظ الوطن.